نتقدم بتعازي الحارة لأهلنا وشهدائنا في غزة، ونقول لهم رحم الله موتاكم وشاف الله تعالى جرحاكم وآوى مبتلاكم. حضورنا في هذه المسيرة هو جهد المقل وأقل ما يمكن أن نقوم به تعبيرا على تضامننا مع الشعب الفلسطيني عامة ومع الشعب الغزاوي على وجه الخصوص. وحضورنا كذلك هو رسالة للأنظمة العربية ولكافة المنتظم الدولي، نقول لهم كفاكم من الجرائم، كفاكم جرما، كفاكم سفكا للدماء، كفاكم قتلا للأبرياء، نقول لهم كفاكم تطبيعا مع أعداء الإنسانية، كفاكم تطبيعا مع الصهاينة المجرمين الذين يعيشون في الأرض فسادا. لم يبقون في أرض غزة لا طفلا ولا امرأة ولا عجوزة. نسأل الله تعالى أن يمد إخواننا وأخواتنا في غزة بقوة تنصرهم على أعدائهم، وصبرا تلتئم به قلوبهم. جينا هنا كنندوا بما يعيشه الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر على أرضه من اجتتات من أرضه، من قتل وتشريد ومنع من أبسط الشروط ديال الصحية، القتل الممنهج، قتل الأطباء، مستشفيات خرجت عن خدمة. كنجيو هنا كنعبروا على التضامن ديالنا المطلق إلى يوم الدين، يعني كنطالبوا برفع الحصار الجائر على غزة وعلى الإطار الصحية، وأن يحاكم المجرمون الصهاينة بتهم ديال القتل الجماعي ويتم الاعتقال ديالهم، وحتى تيتحبس هذا الشيء، لان هذا الشيء لا يطاق، وهذه جريمه من الجرائم اللي ما عمرنا ما شفنا في هذا التاريخ ديال التاريخ الحديث. يعني تجاوزت الخيال، تجاوزت القتل بدون سبب، اطفال، منع الناس، يعني الخداج من تهويه، الناس اللي عندهم امراض ديال الكلي كيتمنعوا من التصفيه ديال الكلي ديالهم، الصهاينة حرقوا مستشفيات، حرقوا مراكز مستودعات ديال الأدوية. يعني آخر ما سمعنا هو أنهم أخذوا مفاتيح للسيارات الإسعاف، فكنظن ما كاين شي حاجة أكثر من الإجرام اللي كنشوفوا على، وفي سكوت عني المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي. فنجدد الإدانة ديالنا لما ما يعيشه الشعب الفلسطيني، ونحن معه إلى 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 آخر الرمق. في هذه المسيرة الوطنية الشعبية، هي مسيرة الشعب المغربي قاطبة، أولا لنجدد تضامننا مع أهلنا في غزة ومع الأطر الصحية، كذلك نجدد تنديدنا بالهجمة الصهيونية الشرسة في حق الطواقم الصحية وفي حق المستشفيات وفي حق المدنيين العزل، كما نطالب كذلك بوقف العدوان فورا حتى يتمكن الراغبون في الذهاب إلى غزة من الأطر الصحية المغربية قصد الدعم الصحي. ونقول بهذه المسيرة أشكر جميع المغاربة من الشرق إلى الجنوب، من طنجة للقويرة، أشكر جميع المغاربة وجميع المناضلات والمناضلين والمناضل ديالنا الأستاذ ديالنا بالشكر، وشكرا لكم. وإحنا نقول إسرائيل لا تطغي، لا تطغي يا إسرائيل، ارحلي عن فلسطين، وفلسطين عربية وستبقى عربية. جسمي لا غابة. Je participe à cette marche internationale pour soutenir le peuple palestinien, notamment nos sœurs et frères à Gaza, contre les crimes de l'antisioniste, ces crimes qui dépassent toutes les limites. Cette barbarie qui a causé de plus de 30 000 morts, dont 70% sont des enfants, et des milliers de blessés, sans parler de la destruction totale de la bande de Gaza. En tant que jeune marocaine, nous ne lâcherons rien. Nous serons toujours avec la cause palestinienne.